تقدم أوزبكستان لزوارها وسكانها الكثير من فرص التسوق من البازارات ومحلات السوبر ماركت إلى مراكز التسوق الشعبية ومراكز التسوق الحديثة. وللتعرف على ثقافة وحياة الشعب الأوزبكي بشكل أكثر، كان من الضروري أولاً التوجه لأسواقهم ومطاعمهم. ويعد طبق البالوف الطبق الرئيس في أوزبكستان، ويصنع عادة من الأرز وقطع من اللحم والجزر والبصل المبشور، وعادة ما يتم طهيه في القدر أو ما يسمى هناك بكازان على نار مفتوحة، فيما يمكن إضافة الحمص أو الزبيب أو البربريس أو الفاكهة للتنويع. حيث يشترك المطبخ الأوزبكي في تقاليد الطهي مع الشعوب التركية، ففي آسيا الوسطى تكثر زراعة الحبوب، لذا فإن الخبز والنودلز من أهم المأكولات في المطبخ الأوزبكي، ويصف هذا المطبخ الوسط آسيوي بأنه غني بالماكرونة. كما يعد لحم الضأن من أشهر أنواع اللحوم بسبب وفرة الأغنام في البلاد، وهو جزء لا يتجزأ من الأطباق الأوزبكية المختلفة. تمتلك دولة أوزبكستان تاريخا عريقا مليئا بالعلوم والمعارف، فهي وجهتك الأمثل إن كنت من محبي استكشاف تاريخ الحضارات.